التقصير لعقد المؤتمر المنشود؟ أعتقد أن الوقت مبكر لمعرفة الكلفة النهائية لإعادة الإعمار في اليمن، لكنني متأكد بأن همة اليمنيين وهمة الدول الخليج العربي وهمة العالم ستقف إلى جانبنا لتجاوز هذه الآثار المترتبة على الاعتداء الحوثي صالح على الشعب اليمني. سنتجاوز هذه المحنة إن شاء الله، وسنعيد بناء اليمن بناء يليق به وبتاريخه وبحضارته وبمكانته في الأمة العربية والمجتمع الإنساني. حقيقة ورشة اليوم تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فاتخذوا قرار في ديسمبر الماضي خلال القمة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن، وكذلك وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي. عقدت ورشة في مارس تحضير للمؤتمر، واليوم تتبعها أيضا ورشة أخرى مواصلة في الجهود للتحضير لعقد المؤتمر المنشود.